عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا صالح السحيم الله يحفظك. أشم الله عدوك. شيخ أنا أتكلم معك من الكويت، وأنا إمام مسجد وعندي استضافات، ويعني اقترحنا نستضيف الشيخ عبد العزيز الرئيس، وبعض الأخوة قال هذا الرجل منتقد من العلماء، يعني لا تستضيفونه. كذبوا 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 كذبوا. نعم. كذبوا، هذه حملة على المشايخ من بعض الناس ما لها أول ولا آخر. الشيخ عبد العزيز الرئيس، الشيخ حمد العتيق، الشيخ مجموعة مشايخ يتكلم الناس فيهم بغير حق. نعم. فتنصحني عند استضافتهم شيخنا؟ والله نعم وأكرم. أنا أستضيفهم، أنا نفسي أستضيفهم. الله الله يجزاك خير يا شيخ، وبارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يوفقوني. آمين. شيخ المشايخ طلاب العلم انتبهوا، لا تسمعون، حتى لو حتى بعض المشايخ الذين تأثروا وصاروا ينصحون ما عندهم غلطانين. نعم. طيب شيخنا يعني تسمح لنا ننشر هذا الكلام؟ نعم. تسمح لنا ننشر هذا الكلام؟ اي نعم، انه الشيخ عبد العزيز الرئيس يسمع له الشيخ حمد العتيق. نعم اسمح له. جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك. حياك الله. سلام عليكم.